بعث الإله إلى الأنام محمدا ثم الخليفة للنبي غدا علي ومدينة العلم العظيم محمد والباب للصرح العظيم غدا علي فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة مع علي والحوض يوم الورد ملك محمد لكنما الساقي عليه غدا علي أعطى إلهي كوثرا محمد من زوج الطهر البتول سوى علي ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى علي والجنة جعلت لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى علي والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على علي والجنة والنار قل لمحمد وقصيمها يوم الحساب غدا علي وأتم بالإيمان دين محمد أوما لعمر الكفر قد برز علي وعلي يدعو ربه بمحمد ومحمد يدعو بحق أخي.